أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها أربعة. أولاً الإحرام، لابد، والإحرام ليس هو مجرد اللباس، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، ينوي المسلم عند المواقيت الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فانظر إلى أسلوب الحصر، جعل الحج كله عرفة، وهذا ليس معناها أنها فقط عرفة، وإنما من باب التأكيد على هذا الركن العظيم. ومما يدل عليه أيضا حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه، وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر جمع، يعني فجر يوم مزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبال طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما من جبل إلا وقفت عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة المشهورة في صحة الحج: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفاثه. الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة بعد الحج، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة بعد الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. وبعده الرابع السعي.